ويا حجواتي غوطتنا سمعنا الخبر على الثورة السورية. يا حجواتي غوطتنا وهي أب ماهر من شدنا بيسمعنا غنية وبيحكي عن واجعنا من أرض الغوطة الشرقية. مني إلكم تحية يا رجال ويا نجمية، مني إلكم تحية يا رجال ويا زبرتية، مع غنية بتعبر بتحكي الثورة السورية. يا أب ماهر من شدنا التحية والسلام لمتابعينا بسهراتنا وحلقاتنا وضيوفنا الكرام. من لكم من أرض الغوطة الشرقية ألف السلام عليكم مع 13 ألف تحية. هاتوا لشوف يا أكابرلية وين وصلنا بقصتنا. منا أمي بعمر لما نزل ماهر وغالب صياع الشارع صينادوا حرية. إيه أمركم أمركم يا سيدي. بعد ما نزلوا وتفرطعت العالم يمين ويسار ويلي كان ماشي بطريقه تلبك واحتار، ضلوا هالثلاثة بالشارع عم يهتفوا حرية والعالم ماشية بالطريق ومفكرينهم هربانين من العصفورية. من وين؟ العصفورية. تعرفوا شو هي العصفورية؟ فكرنا من غير كوكب جايين يعني. طيب طيب لا تعمل لي جرصة. هن وهالشباب عم يصيحوا ويهتفوا، إجاهن زلمة ختيار وهنن قد ولاد ولاده. قال لحاله خير إن شاء الله، شو يلي عم يصير بالشارع؟ الناس مخطوف لونها وكأنه هاجم عليهم مصارع. قال له لصياح خير إن شاء الله يا ابني، عشو عم تنادي؟ اعتبرني أبوك وأنت قد ولاد ولادي. قال له صياح للرجال الكبير والله يا حجي مطلبنا حرية وشوية إصلاح لهالبلد وتغيير. أنت أدرب هالبلد يا حجي، ما عايش فيها غير الزنجيل والأمير. هون الحجي قال له يا ابني اتهدى، هاي الشغلة ما نك قدها. قبلكن بسنة الثمانين طلعوا وحكوا حكياتكن الحمويين، ويلي صار يا ابني نصهم انقتل والنص الثاني لحد هاليوم مفقودين. لأنه حافظ أبوه لهالطنبور كان حاكمهم قصفهم وقتلهم ودمر منازلهم، صار يعمل إعدامات ميدانية والبيوت فوق أصحابها هدها بالمدفعية. طيب من شان الله فهمني. كمل مين كمل؟ كمل صياح. قال له من شان الله فهمني كل السيرة، احكي لي يا حجي احكي لي قبل ما تغادر هالديرة. إيه دخيل اسمه هالرب الله بعت لنا ياك، قبل ما نفوت هالفوتة يلي فايتينا أنا وصياح وماهر، لأنه مبينة كتير كبيرة. اتنهد الحجي تنهيده وبلش بالحكي وتذكر الماضي ومن قهره بكي. حكالهم كيف سووا فيهم للحموية مجازر جماعية بتدمر وبصيدنايا وبأفرع الجوية، وكيف صار يقتلهم بدم بارد وعمل حاله عليهم بطل وعمل مارد، وكيف خلى الشعب مهجر وشارد، وكيف صار يعتقل ويقتل على الهوية. وبهديك الأيام يلي ما كان مكتوب على هويته انه من حماه، الله تلطف بحياته وحماه. حكالهم قصص بتبكي الحجر وهو عم يحكي بلش بالبكي وفجر. وفجأة وهن واقفين اجت سيارة ولونها كحلية لفت اللفة وماشية بسرعة 500. وصلت لعند غالب وصياح وماهر محل ما واقفين، ونزلوا منها أربع زلم وقالوا يلي بيتحرك أكيد مو نياله. إيه نعم. وبعدين عم طولوا بالكم طولوا بالكم. يلي صار يا سادة يا كرام، بدنا ناخد استراحة صغيرة ونسمع من أب ماهر غنية يفرفح لنا قلبنا بعد هالخبرية، وبكرة بحلقتنا منكمل الحكاية لنعرف مين يلي بالسيارة الكحلية. لا هلا بدنا نشوف أب ماهر. لك مو شغلتنا هاي سيدي نعشق ونحب نعشق ونحب، وما كنا نقنع سيدي لو أعنا طب لو أعنا طب، ومو شغلتنا هاي سيدي نعشق ونحب نعشق ونحب، وما كنا نقنع سيدي لو أعنا طب لو أعنا طب، لكن ما صدقنا لطبينا اوعى الحديد صفينا ما صدقنا لطبينا اوعى الحديد
لكن احنا لكنا بالعمل عم نلعب لعب نلعب لكن احنا لكنا بالعمل عم نلعب لعب نلعب لكن فكرنا القصة سهلة وما لا سئلة إلنا نحب ونتمعشق شو هالشغلة لك فكرنا القصة سهلة وما لا سئلة لك إلنا نحب ونتمعشق شو هالشغلة وتاري الحب بهالأيام بدو عملي لك تاري الحب بهالأيام بدو عملي لك ما صدقنا لطبينا اوعى الحديد صفينا لكن احنا لكنا بالعمل عم نلعب لعب لكن احنا لكنا بالعمل عم نلعب لعب لكن فكرنا القصة سهلة وما لا سئلة لكن قلنا نطلع ونتظاهر شو هالشغلة وفكرنا القصة سهلة وما لا سئلة لكن قلنا نطلع ونتظاهر شو هالشغلة لك تاري التظاهر يا بعمر بدو قتلي تاري التظاهر يا بعمر بدو قتلي لكن ما صدقنا لطبينا الحديد صفينا وما صدقنا لطبينا الحديد صفينا لكن احنا لكنا بالعمل عم نلعب لعب لكن احنا لكنا بالعمل عم نلعب لعب لما طلعنا ونادينا للحرية سمعنا يا حبابي نحنا لزقرتية لك لما طلعنا ونادينا للحرية طلعنا ونادينا نحنا لزقرتية لك نحنا لغنينا نحنا هالغنية لك نحنا لغنينا نحنا هالغنية لك حي الغوطة الشرقية ورجالها النشمية حي الغوطة الشرقية ورجالها النشمية لك حي الغوطة الشرقية ورجالها النشمية حي الغوطة الشرقية ورجالها النشمية لك ورجالها النشمية ضدك بشار ورجالها النشمية ضدك بشار لك ثورتنا ثورة حرة ثورة أحرار لك والخاين يطلع برا الاسمه بشار لك نحن طلب طلبنا رحيله رئيسه بدنا نشيله طلبنا رحيله رئيسه بدنا نشيله لكن احنا طلبنا رحيله رئيسه بدنا نشيله احنا طلبنا رحيله رئيسه بدنا نشيله لك رئيسه بدنا نشيله لانه غدار